أهلاً أعزائي المشاهدين، منواصل دراستنا حديث المسيح وتعليمه على الجبل. موجود أنا عند بحيرة طبرية الجميلة اللي شهدت معجزات كثيرة، من تهدئة العواصف وإشباع الآلاف، وطبعاً منشوف بصمة يسوع المسيح في كل مكان، ومنسمع صدى صوته أيضاً في كل مكان حول هذه البحيرة الجميلة. رح أتكلم في هذه الحلقة عن اسألوا اطلبوا اقرعوا، الصلاة المستجابة، الصلاة التي تحرك قلب الآب.